ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. إخواني حقيقة الشهيد، الشهيد عندما يقتل في سبيل الله عز وجل هذه الحقيقة الناقصة تنتقل إلى عالم البرزخ، فالله عز وجل تفضلا منه ماذا يعمل؟ يعطي الهبات التي لا تخطر بالبال لهذه الروح التي قدمت نفسها في سبيل الله. انظروا إلى تعبير يرزقون، استعمال الفعل المضارع يدل على الاستمرار. الشهيد له رزق متصل من قبل الله عز وجل. حقيقة هاجرت هذا البدن الذي تقطع في سبيل الله عز وجل وارتفعت إلى مقعد الصدق عند الملك المقتدر. إذا كان الشهيد، ونحن نعلم أن بعض الشهداء كانوا من الوفاة قبل استشهادهم لأيام، لأشهر، لسنوات، تحولوا ثم استشهدوا على رأس قائمة الشهداء في التاريخ، رأس الشهداء في التاريخ أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليهم. في هذه القائمة هنالك الحر، الحر كم أمضى من ساعات الطاعة بين يدي الله عز وجل، لعل الأمر لم يبلغ الساعة من الزمان، ولكن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فكيف بالمعصوم الذي وصل إلى رتبة الشهادة وما فوق الشهادة وهو في الحياة الدنيا؟ الشهيد قدم بدنه لله عز وجل عرضة للسيوف وغير ذلك، ولكن المعصوم بجهاده بجهوده قدم نفسه لله عز وجل قبل أن ينتقل من هذه النشأة. فإذا الشهيد عند الله يرزق، فكيف بمن كان بمن صار شهيدا قبل أن يصبح شهيدا؟ لا نكاد أن نستوعب المقامات العليا المدخرة بذوات الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم. إذا كان الشهيد حي يرزق، فكيف بإمام الشهداء؟ فكيف بنبي الشهداء؟ أنت عندما تذهب إلى قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما تقف عند قبر المعصوم عند سير الشهداء عليه السلام، ألا ينبغي أن تعيش حياة هذا الموجود؟ لا تقل هذا قبر، لا تقل هذا بدن المدفون، التفت إلى حقيقة المعصوم. ولهذا الذي يعيش هذه الحقيقة يتفاعل مع هذه الذوات الطاهرة وإن حرم السفر إلى تلك المشاهد. نعم المعصوم ليس أسيرا في قبره، حقيقة المعصوم حقيقة متعالية، أينما كيف الآية تقول أينما كنتم فثم وجه الله، كذلك حقيقة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحقيقة حقيقة ثابتة، أينما تولوا حقيقة النبي هي. أنت عندما تتكلم مع النبي في الروضة الشريفة عليك أن تعلم بأن هذا النداء نداء مسموع، ولو كنت في صحراء قاحلة أيضا هذا النداء نداء مسموع. الذي يعيش هذه الحقيقة فإنه سيعيش أرقى أنواع التفاعل مع هذه الذوات الطاهرة، سواء كان في مشاهدهم أو لم يكن في مشاهدهم، سواء كان في أيام استشهادهم أو لم يكن في أيام استشهادهم.